بنصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، وفي النهاردة شبورة مائية الصبح تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. كمان في أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة. عشان نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة معانا دلوقتي دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. يمكن ظاهرة الشبورة المائية لسه مستمر معانا، بس يعني احنا لاحظنا ان النهاردة كانت أقل شوية من امبارح، طمنينا أحوال الجو إيه؟ بالفعل يمكن وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية احنا نوهنا ان كثافة الشبورة المائية هتبدأ تقل بشكل تدريجي، هتبدأ تخف عن الأيام الماضية اللي شفنا فيها شبورة مائية ضبابية بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية. صحيح. أصبحت اليوم الشبورة المائية شبورة مائية ممكن تكون كثيفة في بعض الأماكن، لكن مش بنفس الكثافة بتاعت أمس وأول أمس. صحيح. بتأدي لانخفاضات طفيفة جدا في الرؤية الأفقية فترات الصباح الباكر، وخاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، شمال الصعيد، مدن القناة وسط سيناء، بعض الأماكن من السواحل الشمالية. تتلاشى فور سطوع أشعة الشمس لأنها شبورة مائية زي ما قلنا في الأول مش كثيفة بالشكل الكبير، فالساعة 8-9 صباحا الشبورة المائية تنتهي تماما من على أغلب الطرق، والرؤية الأفقية بتتحسن على أغلب الطرق. تدريجيا مع تقدم ساعات النهار هنبدأ نحس إن درجات الحرارة بدأت ترتفع، لكن إحنا اليوم في درجة الحرارة العظمى هنسجل انخفاضات في قيم درجات الحرارة عن أمس بمعدل درجة، لأن اليوم متوقعين عظمى على القاهرة الكبرى هتكون 22 درجة مئوية، وده يعتبر حول المعدل أو أقل كمان من المعدل الطبيعي لمثل هذا الوقت من العام، وده هيكون موجود في معظم محافظات الجمهورية. أجواء لطيفة تماما وخريفية فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومحافظات شمال الصعيد. أجواء معتدلة تماما على المناطق الجنوبية، جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده فترات النهار. اللي هنأكد عليه بشكل كبير هي فترات الليل، لأن احنا خلال فترات الليل طبعا بيحصل انخفاض في قيم درجات الحرارة مع غياب أشعة الشمس، لكن هيكون في مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة. صغرى فترة الليل هتوصل ل 14 و13 درجة مئوية، يمكن النهاردة مسجلين فترة الليل 14 درجة مئوية، غدا متوقع ان هي تكون 13 درجة مئوية. كمان المدن الجديدة، الأماكن المفتوحة بشكل كبير، الأماكن اللي هي ظهير صحراوي بتحس بالبرودة أكثر من ال 13 درجة مئوية، ده طبعا 13 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، فبالتالي أجواء فترة الليل هي أجواء باردة في معظم محافظات الجمهورية، أكثر كمان في محافظات شمال الصعيد في وسط سيناء، لأن دول درجات حرارتهم بتكون أقل من ال 10 درجات. بالنسبة لفرص سقوط الأمطار، الأمطار اليوم هتكون فرص أمطار خفيفة على بعض الأماكن المطلة على البحر المتوسط، تحديدا في محافظات شمال الوجه البحري، يعني شمال البحيرة وشمال كفر الشيخ وشمال الدقهلية، وهي أمطار خفيفة مش هتأثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية. فبصفة عامة الأجواء اليوم مستقرة بشكل كبير، متوقع غدا أن يكون في امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، فكمية الأمطار هتزيد على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وتحديدا في مطروح والإسكندرية، وتكون أمطار خفيفة إلى متوسطة، وطبعا في استمرار يعني بكرة في نوة يا أستاذة منار في إسكندرية؟ هو الوقت ده ميعاد نوة قاسم، لكن هو بكرة من الأمطار مش بترتقي لفكرة أن هي الأمطار اللي دايما ممكن تأثر على أعمال الأنشطة اليومية في محافظة الإسكندرية، لأن دي أمطار خفيفة متوسطة، ممكن خفيفة في أماكن متوسطة في أماكن، وده بالفعل ميعاد نوة قاسم اللي بتبدأ 4 ديسمبر وبتستمر معانا لمدة 5 أيام. لكن احنا دايما برضو في الهيئة العامة للأرصاد الجوية بنتعامل بفكرة المنخفضات والتوزيعات الضغطية المختلفة، لأن مش دايما ميعاد النواة بتتوافق مع التوزيعات الضغطية والحالات الجوية المؤثرة على محافظة الأسكندرية، لأن النواة دايما محددة لمحافظة الأسكندرية. لكن أمطار غدا هتبقى أمطار خفيفة المتوسطة، ودي أمطار تعتبر أمطار عادية جدا بالنسبة للأمطار اللي بتستقبلها محافظة الأسكندرية في الأعوام المختلفة، فهي أمطار خفيفة متوسطة على فترات متقطعة من اليوم. وطبعا في استمرار لانخفاض قيم درجات الحراره بشكل كبير، احنا غدا كمان هيكون في مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره، عظمى على القاهره الكبرى هتكون 21 درجه مئويه، فبالتالي الفتره اللي جايه فيها استقرار، فيها امطار خفيفه المتوسطه، فيها انخفاض في قيم درجات الحراره،
فلازم هننصح كل السادة المواطنين، مهم جدا في الفترة اللي جاية لو احنا بنخرج فترات الصباح الباكر او بنرجع من اشغالنا فترات الليل متأخر، الملابس الشتوية وكمان الصحاف جاكيت عند الخروج في الفترات اللي قلنا عليها، مهم كمان طبعا تكون القيادة بهدوء تام ونتابع النشرات الجوية بسوريا. طيب يعني احنا بس بنأكد ان بكرة الامطار خفيفة، لان زمايلي كانوا بيسألوني دلوقتي في بكرة ماتش في استاد برج العرب، فالدنيا امان يعني ما فيش امطار يعني ثقيله نوعا ما. هي الامطار ما بين خفيفه الى متوسطه، ممكن تبقى خفيفه خلاص احنا عرفنا المعلومه هم ياخدوا القرار ومتوسطه في اماكن، لكن ان شاء الله ما تاثرش تماما على سير المباراه، لان احنا زي ما بنقول دايما محافظه الاسكندريه بتستقبل امطار في العادي اكتر كمان من الامطار اللي هي متوقعه غدا على محافظه الاسكندريه باذن الله. بنشكر حضرتك جدا دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. تعالوا بقى مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده. في القاهرة درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14، وفي العاصمة الإدارية 22-13، الإسكندرية 22-12، والعلمين الجديدة 23-14، مطروح 24-11، ودمياط 21-14، بورسعيد 22-16، والإسماعيلية 23-15. أما في السويس فدرجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14، في العريش 24-13، كاترين 22-5، وطابة 24-14، حلايب 25-20، وشلاتين 27-21، شرم الشيخ 26-18، والغردقة 26-17، في الفيوم العظمى 23-13، وفي بني سويف 24-12، في الوادي الجديد 26-9، وأسيوط 24-11، سوهاج 25-14، وإنا 26-14، الأقصر 26-13، وأسوان 27-14. كده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة. هنرجع مرة تانية لشاذلي وجمانة ومتابعة فقرات صباح الخير يا مصر. عودة ليكم مرة تانية. شكرا ليك يا هلا. شكرا.